جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا من اليمن فيقول: هل يجوز رد السلام على رجل لا يصلي إلا صلاة الظهر والجمعة؟ الذي لا يصلي يترك الصلاة متعمدا هذا ليس بمسلم، ويجب هجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، سواء كان جاحدا لوجوبها أو كان مقرا بوجوبها لكنه يتركها تكاسلا متعمدا. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر، أي ما هو السبب الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وبعد ذلك قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا إنما يكون في الكفار، لأن الكفار هم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والذي لا تنفعه الشفاعة هو الكافر، فدل على أن تارك الصلاة كافر لا تنفعه شفاعة الشافعين والعياذ بالله. فيجب على هذا الذي يترك الصلاة أن يتوب إلى الله وأن يحافظ على الصلاة، وإذا استمر على تركه للصلاة فإنه يجب هجره. نعم.